أجمعين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أول ما نبدأ في مؤتمرنا هذا السلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية. Oh,
في جمعية تنمية المجتمع المحلي بين الماضي والحاضر والمستقبل. وإذا أردنا أن نتحدث عن جمعية المجتمع المحلي، جمعية تنمية المجتمع المحلي بالقرية، فلن يكون أجدر بالحديث عنها إلا رئيس إدارتها الأستاذ أحمد الوكيل، رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع المحلي بالقرية، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا ومرحبا بكم في جمعية تنمية المجتمع المحلي بمصر. جمعية تنمية المجتمع المحلي بالمصلحة، طبعا يا جماعة أنا مش هتكلم في ورق ومش هكون أفصح من أستاذنا ومعلمنا الأستاذ حمد، فأنا هتكلم بالعامية والبساطة عما تم إلى اليوم. فأهلا بيكم. مؤتمرنا النهاردة له غرض. غرضنا إن إحنا نقول لأهل المصلحة بالكامل مبروك إن إحنا دخلنا البوابة الحقيقية لتنمية قرية المصلحة، وهي البيئة الوحيدة اللي هتطالب بحقوقنا بإذن الله، لأن مهمتها تنمية. فالتنمية هتبدأ بينا كلنا بإذن الله من هنا، وطموحنا بيكم ان احنا نحقق كل ما نتمنى. اولا بفضل الله قدرنا نحصل على حل مجلس الاداره السابق، وحضراتكم عارفين ليه. الجمعيه قعدت فترات طويله ما بتاديش الدور بتاعها اللي المفروض تقدمه، لدرجه ان فيه كتير مننا، بل في اجيال بالكامل، فاكره المكان ده عباره عن حضاره او تحفيظ قران وفقط. لا، المكان ده دوره كبير جوه وبره. بعد كده الحمد لله وصلنا ان احنا خلينا في مفوض يقوم باداره الجمعيه، وطبعا لسبب او لاخر ما قدرش يعمل اي حاجة لسبب، لانه معهوش قوة شعبية، معهوش حد يسنده، خايف، وده حق واحترمناه. زادت المساعي لحد ما ربنا اكرمنا الحمد لله بقرار وزاري بتعيين مجلس ادارة لجمعية تنمية المجتمع المحلي بالمصلحة، وده حصل تقريبا من شهر شهر وعشر ايام. اول ما دخلنا كان كله عارف المكان فيه ايه، مكان مهجور، مكان تم التعدي والاعتداء عليه من اطراف كتير، اصبح ملوش قيمة، لدرجة ان اللجنة اللي جاية تسلمنا أرجأت التسليم 48 ساعة عشان يقدروا يخش المكان. حضراتكم في صور بتتعرض واحنا بنتكلم برجاء، عشان لو حد عاوز يشوف المكان كان ايه. وطبعا كلنا عارفين كلامي للسادة ضيوفنا الاعزاء اللي بنرحب بيهم. بفضل من الله المفروض ان احنا مهمتنا جمعية عمومية، عمل جمعية عمومية وتسيير الله، يعني احنا قلنا لا، بإذن الله
لقرية المصلحة ثقافيا واجتماعيا وتعليميا وتنمويا وكل شيء بإذن الله فيكم. قدرنا خطة بخطوات كتير عشان أحداث حضراتكم عارفينها منها بعض التعديات، وطبعا وضع السور ما كانش فيه وعودات، الدنيا متبهدلة ازاي. بدأنا التحرك طبعا والحمد لله قدرنا ننقذ المبنى، مبنى الحضانة، وتم العمل على قدم وساق لتطوير مبنى الحضانة من خرسانات ومحارة والهام إلى الآن، والحمد لله بفضل الله تقريبا جاهز لاستقبال أولادنا. جمعية تنمية المجتمع في المصلحة لها أدوار كتير. طبعا أنا كنت واحد من الناس اللي فاكرها حرام، فأنا حابب بس أقول لأهلنا الجمعية دي دورها إيه؟ الجمعية دي أول حاجة في دورها تنمية المجتمعات المحلية. تنمية المجتمعات المحلية. اتنين، بنقدم خدمات ثقافية وعلمية ودينية ورياضية وتشفية وصحية، وكمان شغلها في ميدان حماية البيئة، وكمان شغلها المساعدات الاجتماعية. طيب تقدر نفرط الكلام ده وتحطه في مهر كده نشوف ممكن تعمل لنا احنا ايه؟ ده كلام اكاديمي. طيب لنا احنا بالطبيعي بتاعنا تقدر تعمل ايه؟ بتقدم المساعدات لغير القادرين في حالات النكبات والكوارث. رعاية الأسرة ثقافيا وذلك بإقامة الندوات الثقافية والدينية بالمناسبات. المشاركة في البنية الأساسية عن طريق المشروعات بالتعاون مع الجهات الأمنية. إنشاء مكاتب تحفيظ للقرآن الكريم. إقامة فصول نحو الأمنية مع الجهات المعنية. فتح فصول التطوير لمراحل التعليم المختلفة بعد موافقة مديرية التربية والتعليم. تيسير الحج والعمرة. تقديم الخدمات التدريبية لمجال القرية والصبية في مراكز التدريب المختلفة مهنيا. إنشاء فصول للحضانة ونوادي للأطفال. المحافظة على البيئة من التلوث. التعاون مع الأجهزة التنفيذية في المحافظة على البيئة الصحية. تقدر تقدم حاجات كتير بمجهودات بسيطة قدرنا نعمل. المجهودات اللي انتوا شايفينها دي كل طاقتنا في اللي انتوا شفتوه ده عشان حاجة واحدة، نقدر نقعد كده يبقى مكان ينفع نقعد نتكلم فيه. ده أقصى بإمكانياتنا الشخصية، بإمكانيات مجلس الإدارة من أمواله الخاصة. مجلس الإدارة أحب أعرفكم بيه أولا. مجلس الإدارة أول لما طلع القرار طلع بسبع أسماء. أستاذ نبيل فهمي عقله. دكتور أحمد زكي موسى. الأستاذ أحمد كامل مكي. الأستاذ حسام سعيد حسن. وطبعا عبد الله. والأستاذ ناصر السيد منصور هلال. والأستاذة صفاء عبد العاطي شريف. ده مجلس الإدارة. مجلس الإدارة ده قال لا هنقف هنعمل شيء يليق بأهلنا إنهم
الاول نستقبله فيه عشان نحكي له احنا عاوزين نعمل ايه. الاول نجهزهم مكان. السبعه دول عمل مجهود جبار في شهر وعشر ايام بفضل من الله وصلنا من اللي انتم شايفين. طيب لما انتوا عملتوا كل ده احنا قاعدين ليه؟ قاعدين مش عشان نقول لكم لازم تبقوا معانا. طب وهنستفيد ايه؟ لما نبقى معاك هنستفيد ايه؟ هنستفيد بلدنا. كل ما فهمناه على مدار السنوات السابقه نقدر نعوضه لولادنا. هنا تنميه وفيكم هتبقى تنميه حضر طيب. تنميه كافيه لان مهمه المكان ده الاول بناء الفرد. هنبني الفرد مع بعض. لازم دورهم لازم مشاركتهم وخصوصا لان في عندنا مشكله. مصادر تمويل جمعيه طبقا للاوراق ثلاثه. اولها اشتراكات الجمعية العمومية. وفي النقطة دي موضوع بسيط. موضوع 15 جنيه. 5 جنيه رسم موضوعية و10 جنيه بالاشتراك. طب وانا ادفعهم ليه؟ جرب يمكن يحصل حاجة. يمكن نبقى أفضل. الشباب اللي كان بيقول ملهاش دور، لا دورهم كده. دورهم موجود هنا. جمعية تنمية المجتمع المحلي أبوابها مفتوحة. والجميع شاهد في الشهر الماضي إن الباب مفتوح لأي حد يقول رأيه. غير أزمان سابقة. المكان ده مش هيبقى مقفول على حد. إحنا قاعدين سنة. دمك حل من اتنين. يا تيجي بعد سنة تقول الناس دي قدرت تعمل شيء لبلدها بينا فنخليهم يكملوا او الناس دي وحشة ومحققتش اللي احنا عاوزينه فمع السلامة وهجيب اللي يقدر. طب امتى تقدر تقول الكلام ده؟ لما اكون عضو عاقل في الجمعية العمومية. صوتك وحريتك وانك تقدر تقول اه او لا يساوي 15 جنيه رسم رقمي بس. وبعد كده هيبقى 5 جنيه في السنه خلاص. طيب الوضع ده يناسب البلد؟ لا. انتوا هتقرروا هنعمل ايه؟ احنا اللي هنقدر نعمله دلوقتي وبمساعدتكم وبيكم وكل اراده ان احنا باذن الله هنشغل الحضانه على اعلى مستوى فيكم. هنقدر نعمل جمعيه تحفيظ قران كريم على اعلى مستوى فيكم. هنقدر نرجع المشغل تاني ومنتجاته تبقى منتجات لينا كلنا فيكم. هنقدر نعمل افضل نادي ثقافي واجتماعي فيكم. طب مهمته انتوا محتاجين وبرنا من صغيرنا محتاجين في ايه؟ النهارده هتبقى الملجا الوحيد لولادنا ومتلقى الصحي لولادنا. نادي اجتماعي وثقافي يلاقي كل اللي هو عاوزه بيه فيكم. كل اللي هنقدر نعمله هنعمله مع بعضينا وكلنا متفقين عليه. ده اللي نقدر نعمله. طيب في حاجات ثانيه بنحلم بيها. اولها هيبقى
حياتي الشخصية، وشكر ليهم على تشريفهم لينا، فشكرا جزيلا لكم. رقم واحد، محتاجين الارض اللي احنا عليها دي ارض املاك دولة، فاول خطوة هناخدها ان احنا هنطمن الوضع بتاعنا. هنطمنه ازاي؟ باذن الله هنطلب تخصيص ارض جمعية تنمية المجتمع المحلي بالمصلحة لصالح جمعية تنمية المجتمع المحلي بالمصلحة. طيب الفايدة ايه؟ الفايدة ان انا النهارده كمثال بسيط، لو انا عاوز اعمل دلوقتي المبنى اللي على يمين حضراتكم وشمال المنصة ده مبنى المصلحة قعدت تحلب فيه سنين، بس صحينا لقيناه وهم، لأنه في الأوراق اسمه مركز تكوين مهني، وبالنسبة لنا كأهل المصلحة اسمه الشروع في بناء دار مناسبات، حلم القرية، حلم قرية المصلحة. فلو قلنا نعمل إحلال وتجديد، أول ورقة بتطلب مننا الملكية، مستند الملكية، وإحنا مندفعين بس، فيبقى أول إجراء قانوني صحيح هو تخصيص المطالبة بتخصيص أرض جمعية تنمية المجتمع المحلي بالمصلحة لصالح جمعية تنمية المجتمع المحلي بالمصلحة. وإسقاط الريع العالية. الحمد لله قدام الجميع مجلس الإدارة الحالي مستلم الجمعية مدانة، مدانة يعني سالب 200 وتقريبا 10 ل 13 ألف ريع عن السنوات السابقة بإذن الله نطالب بيه. طيب يتحقق ازاي المطلوبين دول؟ بيجوا ازاي؟ النهارده لو انا بكلم المسؤول والجمعيه العموميه بتاعتي قوتها 100 شخص عادي ولا اي حاجه. طب لما الجمعيه العموميه شخص بيتكلم عن 5000 او 10000 لا هتحقق. طب احنا جربنا الكلام ده بمساعدة الأستاذة الدكتورة شيرين عبد العزيز في ملف الصرف الصحي، كان حلو ده حقيقة. ليه؟ دكتورة وهي داخلة عارفة إنها بتتكلم بإسم بلدين على قريتين، ومعروف إعلامنا على فكرة. طيب وهتحقق؟ اه هتحقق. بقوة إيه؟ بالقوة الشعبية، بالقوة الشعبية، قوة ناعمة زي ما بيقولوا انت. طيب في مجلس بيتكلم عنه واخد ورقة وداخل لمسؤول بيقول له أنا جمعية تنمية المجتمع المحلي بالمصلحة، أهلا بيك، مطلوب تخصيص الأرض. طيب أول سؤال هو يسأله لو أنت لفيت كده الجمعية العمومية دي كام؟ كم واحد مليدين الناس في الطلب ده؟ هيقول له والله ده 100 او 200 عادي. لا مش هنقدر. او هيقابلك مشاكل. طب الجمعية العمومية 10000 5000 لا. وجب التنفيذ لانك بتتكلم في نفع عام وللنفع العام. نسيت اقول لكم حاجة، احنا عندنا في المصلحة ثروة، ثروة يا خبر، ثروة ايه؟ اه ثروة، ثروة اسمها جمعية تنمية المجتمع المحلي. طب ليه؟ ما هي جمعية زي اي جمعية. لا الجمعية دي بفضل الله محدش يتكلم فيها، هي جمعية ذات نفع عام، وقدرنا نحصل على خطاب صفة النفع العام، فدي هتسهل لنا في الاجراء ده كتير. فمطلوب من حضراتكم
العموميه رقم واحد. اثنين المساهمه بالمال كلنا مع بعض. احنا اللي هننمي بلدنا، احنا اللي هننمي بلدنا عشان لما تطلب من مكاننا شيء تلاقيه. فلازم كلنا نحط ايدينا في ايدي بعض ونخليه مناره ما نطلب منها. حلمنا قدام بسيط، ان احنا المكان ده نعمل فيه مجمع تنموي على اعلى مستوى، دار مناسبات على اعلى مستوى، نحقق كل احلامنا، لان مساحتنا 1513 متر. فكل ما اتمناه دعمكم دعمكم دعمكم، وشكرا ليكم وشكرا لسيادتكم. وبعد هذه الكلمة المستفيضة الشاملة عن جمعية تنمية المجتمع، نركز على أمرين. الأمر الأول العضوية ثم العضوية ثم العضوية. 15 جنيه تدفعهم تبقى عضو، بتعمل لنا قوة لما نتكلم بلسان آلافات، ما نتكلمش بلسان عشرات، واللي بتدينا دفع قوي. النقطة الثانية التبرعات لأصحاب العطاءات وأصحاب النفحات وأصحاب الخيرات وأصحاب رؤوس الأموال. الكلمة التالية للأستاذ هاني المصلي عمدة القرية، فليتفضل.